السابعة صباحا بتوقيت الجزائر. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. في المستهل وبالمدرسة الوطنية للإدارة أشرف أمس الوزير الأول ندير العربوي على مراسم تخرج الدفعة الثانية والخمسين التي حملت اسم المجاهد الراحل يوسف الخطيب. مراسم حفل التخرج حضرها إلى جانب مستشاري رئيس الجمهورية وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم رادة وعدد من أعضاء الحكومة وإطارات سامية في الدولة وممثلون عن هيئات ومؤسسات وطنية وكذا أساتذة المدرسة وطلبتها، حيث تم تكريم الطلبة المتفوقين الأوائل في التخصصات الخمس إلى جانب عائلة المجاهد الفقيد يوسف الخطيب الذي حملت الدفعة المتخرجة اسمه. الوزير الأول أكد بالمناسبة أن تخرج هذه الدفعة يأتي على ضوء الاستثمار في المورد البشري لإنجاح التحول الاقتصادي. إن تخرج هذه الدفعة يأتي في الوقت الذي تجسد فيه بلادنا تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خيارها الاستراتيجي في تسريع تحولها الاقتصادي والاجتماعي، معتمدة في ذلك على مواهب أبنائها ورأس مالها البشري الذي يتعين اليوم وغدا ودائما تعزيز وتطوير وتثمين بشكل طموح وأسرع وأعلى وأبعد لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والإنساني. وأود الإشارة كذلك إلى الإرادة القوية التي تحدو السيد رئيس الجمهورية من أجل التجسيد الكامل للمشروع الطموح الذي يهدف إصلاح شامل للدولة بكل فروعها ومؤسساتها، وهذا ما جسده الالتزام الثالث والتشديد باستمرار على أهمية التكفل الأمثل بالمورد البشري وخاصة الفئة الشبابية، بالإضافة إلى القرارات الهامة التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية من أجل ترقية الظروف المهنية والاجتماعية للموظفين العموميين من خلال تعزيز الأعداد الجبائية وتثمين الأجور ومراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لشرائح واسعة من الموظفين العموميين. دفعة جديدة بتكوين أكاديمي مواكب للتطورات والمتغيرات وروح متشبعة بالابتكار من شأنها تعزيز العلاقة بين الإدارة والمواطن ترقية للخدمة العمومية، تقول خليدة حجيلالي. الدفعة الثانية والخمسون للمدرسة الوطنية للإدارة التي حملت اسم المجاهد العقيد يوسف الخطيب خضعت لأنماط بيداغوجية اطلعت من خلالها على مواضيع تتعلق بالسياسة العمومية والتسيير العمومي والاقتصاد والمالية، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية لتقطف ثمار الجهود اليوم. بذلنا مجهودات طيلة 3 سنوات. المدرسة تتميز يقولون أنها تتميز بكثرة المواد، ولكن الإنسان يصبر والإنسان يثابر. هو يوم جد مميز بالنسبة لنا، هذا اليوم الذي انتظرناه أو طيلة منتظرناه خلال السنوات الثلاثة السابقة. كان لي جزيل الشرف أن أكون إحدى خريجي هذه المدرسة، خاصة لكونها حصن عريق يكون إطارات الدولة. أتمنى من الله عز وجل أن يوفقنا في مسارنا وأن نكون خير خلف لخير سلف. نعمل بكل جد وصرامة لنكون حسب تطلعات شعبنا في مختلف الميادين. التفاني في الأداء الوظيفي والتطلع إلى خدمة عمومية راقية قيم كرستها المدرسة الوطنية للإدارة بالاعتماد على كفاءات هذا الصرح العلمي. هذا اللقب سيلازمكم طيلة حياتكم، لكنه سيحملكم في الوقت نفسه مسؤولية الولاء والوفاء والالتزام بمبادئ مدرستكم، الالتزام الذي لن يتجسد إلا بتقديم القدوة في السلوك وفي المرجعية في الكفاءة المهنية حيثما كنتم. هو التكفل الأمثل بالمورد البشري من خلال المرافقة وتنظيم مسار التكوين وترسيخ قيم الالتزام لدى إطارات الغد.
ومن القطاعات المستقطبة للشراكات الأجنبية في الجزائر قطاع الصيد البحري وتربية المائيات الذي يشهد انتعاشا ملحوظا بفضل السياسات الاستثمارية القائمة على الدعم والمرافقة، قطاع يعزز الشراكة بين الجزائر وفنزويلا، حيث أكد ضيف الجزائر في إطار سلطتها الشعبية للصيد البحري وتربية المائيات الفنزويلي أكد أن الطبعة التاسعة للصالون الدولي سيبا 2024 بالجزائر من أنجح الطبعات وأقواها. مسين حامية. الصالون الدولي التاسع للصيد البحري وتربية المائيات بولاية وهران موعد حقيقي لتنمية القطاع وتسليط الضوء على الاستراتيجية والأهمية الاقتصادية للاستثمارات الانتاجية والتبادلات البينية، وبين الجزائر وفنزويلا بحث لإيجاد فرص الاستثمار بإعداد بروتوكول مراقبة صحية وبيطرية للمنتوجات الصيدية. تحدثنا عن فرص التعاون العلمي بين وزارتي الصيد البحري لبلدينا، ونحن مهتمون بالعمل سويا على تطوير مجالات هذا القطاع في الجزائر وفنزويلا نظرا للإمكانيات البارزة التي سجلناها بقدومنا إلى بلادكم. تم الاتفاق أيضا على تكوين على الأقل فوجين من رجال متعاملين اقتصاديين والمهنيين لتبادل الزيارات من طرف الجانبين، لقاءات بين المستثمرين الجزائريين والأجانب، توقيع لاتفاقيات ترتقي بقطاع الصيد البحري، وإصدار لأول قاموس وتطبيق وظيفي باللغة العربية لمصطلحات الصيد البحري وتربية المائيات، ثمرة شراكة بين وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية والمجلس الأعلى للغة العربية. هو عمل الأول من نوعه في دولة الاستقلال وفي الدول العربية، وجاء هذا العمل بمبادرة من معالي وزير أحمد بداني الذي أتاح الجمع بين اللغويين وبين أهل الاختصاص. كما ظفر الفائزون في منافسة بلو هاك سيبا للحلول المبتكرة في مجال الاقتصاد الأزرق بجوائز تحفيزية نظير مجهوداتهم في مشاريع تخدم القطاع. تحسبا لشهر رمضان الفضيل، كشف التلفزيون الجزائري عن الشبكة البرامجية الخاصة التي يقترحها هذه السنة تحت شعار رمضان إلمنا، شبكة برامجية متنوعة وثرية تضم باقة من الأعمال التاريخية والدرامية المتنوعة والهادفة. تم الكشف عنها مساء أول أمس في سهرة ترويجية حضرها وزير الاتصال محمد العقاب ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية كمال سيدي السعيد والمدير العام للتلفزيون الجزائري نادير بقابس، بالإضافة إلى كوكبة من الفنانين والشركاء التجاريين والمتعاملين الاقتصاديين للمؤسسة، في سهرة ترويجية من تنظيم المديرية التجارية للتلفزيون الجزائري بالتنسيق مع مديرية الإنتاج. ملك درحمون. برامج ثرية ومتنوعة ستكون حاضرة عبر شاشة التلفزيون الجزائري خلال شهر رمضان المبارك، تجمع الأعمال الدرامية التاريخية وكذا الفكاهية، حيث أكد وزير الاتصال على قيمة الأعمال التي يقدمها التلفزيون خاصة خلال شهر رمضان المبارك وتأثيرها بشكل كبير على المشاهد الجزائري وحتى الخارج. وزارة الاتصال كان سبق لها ونوجهت يعني بعض التوجيهات والتمنيات كذلك حتى تكون البرامج مختلف البرامج أن تكون يعني هادئة وهادفة وتحمل رسائل ومضامين جامعة للعائلة، ولذلك نحيي التلفزيون على الشعار الذي اختاره يعني رمضان يلمنا. إذن لابد أن نقدم تحية للتلفزيون على هذه الفرصة الثمينة، وفي الوقت ذاته بفضلكم سوف تتاح الفرصة للتلفزيون لكي يأخذ المكان التي يستحقها داخل الوطن وخارج الوطن أيضا. أعمال فنية ضخمة كانت السهرة الترويجية فرصة لعرضها، وسيكون التلفزيون حاضرا بعدد كبير من الأعمال. شاهدناه اليوم شيء رائع لأن فيها النوعية، فيها الاحترافية، وهذا يدل أن التلفزيون العمومي هو في ريادة الإعلام الجزائري
وسيتحسن كذلك مع كل المشاريع وكل المشاريع التي مسطرة مبرمجة على المدى القريب والمتوسط، خاصة في إعادة هيكلة التلفزيون لأكثر احترافية، أكثر نوعية، وأكثر فعالية في الساحة الإعلامية. شبكة برامجية ثرية جمعت كل الطبوع وفي عديد مناطق الوطن وبإنتاج محلي للتلفزيون الجزائري باللغتين العربية والأمازيغية. لقد حرصنا كل الحرص على إنتاج وشراء برامج متنوعة ارتئينا أنها تلبي ذوق المشاهد الجزائري وتحاول أن تكون في طليعة المنافسة الشديدة التي يعرفها عادة هذا الشهر الفضيل. برامج عائلية بامتياز ونابعة من صلب حركية وعمق المجتمع. نخبة فنية كبيرة ومن مختلف ربوع الوطن شاركت بعديد الأعمال، وسيكون شهر رمضان فرصة لعرضها أمام الجمهور. دوري يعني مشارك في هذه السنة بعمل درامي تحت عنوان حياة من إنتاج التلفزة يعني المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري. راح ندخلوا بسيري سلسلة النضال، سلسلة الكفاح، سلسلة الثورة، ألا وهي سلسلة السويقة. هاد لاسيري أنا نقدر نقول ولأول مرة التلفزيون الجزائري دار حاجة جديدة، واللي هي كما نقولوا توندونس سيكو سلسلة 10 حلقات. عودنا الجمهور ببرنامج جاكا على التلفزيون الجزائري، نجيو هذا العام ثاني في شهر رمضان بضيوف متميزين ومواضيع مختلفة، إن شاء الله تنال إعجاب كل الجمهور. الشبكة البرامجية هي شبكة ثرية فيها ثلاث مسلسلات، مسلسلين بالعربي، مسلسل حياة، مسلسل انتقام الزمن، ومسلسل بالقبائلي تيملست. بالإضافة إلى هذا، الجديد هذه الشبكة أو الجديد رمضان 2024 هو سلسلة فكاهية من جانات. وهناك برامج ومفاجآت أخرى إن شاء الله. أنا متفائل جدا بشبكة برامجية ثرية جدا هذا العام. يتشرف مجمع سيفيتال بمرافقة الشبكة البرامجية المحكمة التي أعدها التلفزيون العمومي لمشاهديه. ستجدوننا بحول الله دائما سندا لكم في تحقيق أهدافكم، كما وجدناكم سندا لنا في مرافقتكم المهنية لإنجازاتنا، خاصة أن التلفزيون يعتبر المرجع في الاحترافية الإعلامية. سهرة ترويجية عرض من خلالها التلفزيون الجزائري برنامجه الثري لشهر رمضان، وكان شعار رمضان إلمنا. السهرة تميزت بعرض قدمه صاحب مؤسسة ناشئة مختصة في صبر الآراء حول قياس نسبي المشاهدة بطرق حديثة ودقيقة تعتمد على الأقمار الصناعية بتقنية مستحدثة ستطبق لأول مرة هذه السنة من خلال البرامج التي ستبث خلال الشهر الفضيل. أوديماتيك هو ابتكار اليوم ابتكار حديث في قياس نسبة المشاهدة في الوقت الفعلي اللي نسميها الريال تايم على الأقمار الصناعية والبث عبر الانترنت لي بي تي في، وهو مخصص لخدمة المحترفين، القنوات التلفزيونية، شركات الإعلان، شركات البث والمؤسسات الحكومية. اليوم هذه الترتيبات اللي نعملوها أوديماتيك مش باش نقارنوا قناة بقناة، ولكن نود أن نقارن برنامج ببرنامج، وهذا إلا ما يكون إلا بمتابعة يومية دائمة لكي نحسن نسبة البرامج. تفاقم ظاهرة المناورات والتجاوزات الخطيرة على الطرقات في الجزائر بشكل رهيب وتسبب بعضها في حوادث السير وتعطيل حركة المرور، دفع الفاعلين إلى التفكير في اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة. الزميلة ليندا مكي رافقت سرية أمن طرقاتنا للدرك الوطني بالعاصمة وعادت بالتالي. ونحن نتجول بكاميرات المراقبة مع فرق الدرك الوطني بالطريق السريع زيرالدا،
حيث تم توقيف عدد من السائقين الذين قاموا بمناورات خطيرة تعرض حياة الأشخاص للخطر. السرعة هذه اللي كنت فيها راني اون اورجونس، عندي صاحبي راهو دي حبيت تشوفه راهو مريض، و سي فري كنت بسرعة ما كنتش داير لي في دو تراس، ويعني كنت راني خايف على صحابي وعلى بالي بلي درت يعني حاجة مخالف خلف القانون. يعني عندي العائلة شغل حطهم في بلاصة يسناو فيا، وتليفون راح يطفالي دونك شغل لازم لي نلحق ليهم باش نريكوبيريهم فيكو طاح الليل. سي بور سا لي كنت نمشي هكا، قادر في اي لحظة فراكسيون سكوند تلقى روحك في كالي ما كنتش قاعد تسنى فيه. خلايا المطاردة المستحدثة على مستوى الطرقات السريعة تتمثل بأحدث التقنيات تعتمد على المفاجأة الديناميكية والسرعة في التدخل والمرونة في العمل لوضع حد لمثل هذه التصرفات. في إطار محاربة ظاهرة من ظواهر الإجرام المروري متمثلة في المناورات الخطيرة، سطرت السرية الإقليمية للدرك الوطني بزيرالدا برنامج عملي متمثل في خلية موجة خصيصا لمجابهة هذه الظاهرة، مكونة من أفراد تلقى وتكوين عالي. لذا قامت خلايا المطاردة التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر بمخطط فعال من أجل ردع السواق المتهورين. مثل هذه العمليات جاءت في إطار الجهود المتواصلة لكبح ظاهرة اللا أمن المروري ونشر الوعي، وكذا العمل الرقابي على المتجاوزين. في تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شهدت أنحاء متفرقة من القطاع غارات صهيونية مكثفة استهدفت العديد من المنازل المأهولة بالسكان أوقعت العشرات من الضحايا في وسط وجنوبي القطاع، حيث ارتقى 117 شهيدا وأصيب أزيد من 252 بجروح خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى 28,064 شهيدا وأزيد من 67,611 مصاب حسب ما أعلنته السلطات الصحية بغزة. تطورات تحدث في الوقت الذي تتواصل فيه ردود الفعل الدولية المنددة بالاقتحام الوشيك للقوات الصهيونية لمدينة رفاح، مما قد يؤدي إلى وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة. وفي حين يحاول الأحرار تحريك القوانين الدولية من محكمة الجناية الدولية، يقبع الفلسطينيون اليوم على حافة الموت تخوفا من اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة التي تعد آخر ملاذ للنازحين، وتأوي على صغيرها نحو 1,400,000 فلسطيني في ظروف إنسانية كارثية. وفيما يحذر الجميع من تداعيات هذه العملية البرية الوحشية، تضيق نافذة الأمل على الفلسطينيين يوما بعد يوم، يقول مراسلنا من هناك وسام أبو زيد. لم يعد هناك شارعا في مدينة رفح جنوبي القطاع يتسع لمزيد من النازحين التي امتلأت بالخيام، ورغم ذلك إلا أن الاحتلال يهدد باجتياحها برا بعد أن ضاقت ذرعا من القصف الجوي ليل نهار، واستشهد وأصيب فيها آلاف الفلسطينيين منذ بدء العدوان، ما سيجبر الفلسطينيين على رحلة نزوح قصرية جديدة بحثا عن ملاذ آمن المفقود بكل محافظات غزة. احنا بين الحياة والموت، لا بتعيش كل لحظة بلحظتها، فالمواطن الآن في وضع حيرة، لا هو قادر يلاقي ملاذ آمن ولا كمان عنده أمل إنه إيش في بكرة حيصير، هل ممكن يرجع على داره، ممكن يرجع على منطقة ثانية، ممكن تفتح الحدود يقدر يغادر البلد. مخاوف الفلسطينيين من التوغل البري يكمن في ارتكاب جيش الاحتلال مجازر جديدة مع تكدس نحو 1.5 مليون إنسان فيها بعد أن نزحوا من خان يونس وغزة خلال أيام العدوان، وهو ما حذرت منه الهيئات الدولية والمراكز الحقوقية وحتى الأطفال في المدينة. أي عملية عسكرية باتجاه مدينة رفح سيؤدي إلى تداعيات إنسانية، سيؤدي إلى مزيد من تدمير الوضع الإنساني المتدهور أصلا في ظل نقص المياه والغذاء، سيؤدي إلى نزوح أعداد كبيرة من مدينة رفح إلى وسط قطاع غزة.
لكن الأكثر خطورة ويتخوف منه الفلسطينيون هو إعادة احتلال محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة ومصر، ويتكدس بمحاذاته من جهة رفح آلاف النازحين. أما معبر رفح متنفس الفلسطينيين الوحيد إلى العالم الخارجي، سيصبح أيضا تحت سيطرة الاحتلال، وسيتبدد آمال آلاف العالقين في كلا الجانبين بالدخول أو الخروج من غزة. بخصوص اجتياح رفح، فإحنا يعني قلقين جدا من هاي الناحية. أنت عارف هنا أكثر من مليون نازح، فالموضوع يعني يؤدي إلى مجزرة، كارثة، إبادة عالمية. هذه مش يعني مش إشي بسيط. فأنا كل دقيقة بتمر أنا بخسر فرصتي في إن أنا أدرس برا، وإنه أنا مستقبلي يعني بضيع. كل دقيقة بتعدي فرصي بتقل. وإذا ما أقدم الاحتلال الإسرائيلي على التوغل برا في مدينة رفح، فإنه حتما سيدفع الأمور إلى حافة الهاوية، وسط تحذيرات محلية ودولية من توسيع ساحة الحرب أو أي حروب في المنطقة. من داخل مدينة رفح جنوبي القطاع، وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. في أخبار الرياضة، وفي منافسات كأس أمم إفريقيا تلعب اليوم المباراة النهائية بين البلدية المضيف كوت ديفوار ونيجيريا بملعب الحسن وترى بأبيجان، قمة يبحث خلالها كل منتخب عن نجمة جديدة يرصع بها خزائنه. يقول بلال بناري: يقال ليس هناك أخطر من رجل عاد من الموت، وفي عالم الكرة يقال ليس هناك أخطر من فريق عاد من الإقصاء. مقولة طبقها منتخب الفيلة حرفيا في النهائيات 34 التي تحتضنها كوت ديفوار. الفريق اللغز الذي أدهش المتابعين بعدما أبكى ملايين الإيفواريين في الدور الأول من البطولة، هو الآن في النهائي للتنافس على التتويج باللقب. إميرس فايي يريد إنهاء قويا من أشباله بالنظر للمنح التصاعدي الذي عرفه الفريق منذ الدور الثاني من البطولة، بإقصاء منتخبات عتيدة، ولما لا إضافة منتخب نيجيريا إلى قائمة ضحاياه وتحقيق اللقب الثالث للفيالة. منتخب كوت ديفوار بوجه مغاير تماما عن الدور الأول، لديه إمكانات فردية وجماعية ترشحه للتتويج بعقر داره، رغم الإقرار بصعوبة المأمورية أمام منتخب نيجيريا، الفريق الذي لم ينهزم في البطولة ولم يتأهل صدفة إلى النهائي. تواجده في المشهد الختامي للتنافس على اللقب الرابع له جاء بفضل حنكة مدربه البرتغالي جوزي بيسيرو، وتشكيلة تستجيب لنهجه في التعامل مع المباريات. رفقاء أحسن لاعب في إفريقيا فيكتور أوزيمان سيحاولون توظيف سرعتهم خاصة في المرتدات للإطاحة بكوت ديفوار مرة أخرى مثلما فعلوها في مباراة دور المجموعات، لكن هيهات هيهات، فالمعطيات اختلفت الآن، والأمر يتعلق بمباراة حياة أو موت. الفائز بها يتوج بأغلى الألقاب الإفريقية. قصة هالير ومنتخب كوت ديفوار متشابهة لرجل حارب السرطان وعاد لقيادة منتخب بلاده من أجل تتويج قر على أرضهم، إلا إذا كان لموزاس ولقمان والبقية رأي آخر. ولحساب المباراة الترتيبية التي جرت أمس بملعب أبيجان، فاز منتخب جنوب إفريقيا على منتخب الكونغو الديمقراطية بضربة ترجيح بعد تعادل سلبي طيلة 90 دقيقة من المباراة. وفي كرة القدم، دائما توج أمس منتخب قطر ببطولة كأس أمم آسيا للمرة الثانية على بأخبار الكرة المستديرة. نختم، شكرا على كرم المتابعة، ألقاكم في تمام التاسع، على اللقاء.